نعم، ما زال الانغلاق السياسي هو سيد الموقف، يعني حتى بإعطاء المستقلين فرصة تشكيل الحكومة، المستقلون اليوم منقسمين على أنفسهم، هناك من يسعى فعلا لترشيح أحد المستقلين لأن يكون رئيسا للوزراء وتشكيل الحكومة، وهناك من يقول لا، بأن هذه المسألة ربما هي فخ لإيقاع المستقلين بتون الخلافات السياسية الحاصلة ما بين الكتل الكبيرة، وهناك من يذهب إلى محاولة إيجاد حل وسط ما بين إطار التنسيق والتحالف الثلاثي للخروج من هذه الأزمة. المستقلون حتى الآن لم يفشلوا ولم ينجحوا أيضا في مسألة اختيار الحكومة المقبلة التي أعطيت من قبل الطرفين، من قبل إطار التنسيق ومن قبل التحالف الثلاثي الذي قال بأنه على استعداد لأن يقبل بحكومة من المستقلين شريطة أن لا يكون فيها أي شخص من التيار الصدري أو حتى من قبل الإطار التنسيقي. عموما الحوارات ما تزال جارية على المستوى القريب، ربما لن نشهد انفراجة في مسألة تشكيل الحكومة وقبلها اختيار رئيس الجمهورية، لكن ربما يعني بعض الأطراف السياسية تحاول تقريب وجهات النظر ما بين الأطراف الأخرى المتنازعة، وتحديدا طبعا هو التيار الصدري ودولة القانون. المشكلة تكمن هنا أو العقدة تكمن هنا، أن التيار الصدري لا يقبل بأن يكون دولة القانون جزء من الحكومة المقبلة، وبالتالي الإطار التنسيقي أيضا يتعند ويقول بأنه لابد أن يدخل دولة القانون في هذه الحكومة. هناك محاولات لجذب بعض الأطراف من قبل الإطار التنسيقي، وهي محاولات طبعا سابقة لم تنجح، الآن بدأت هذه المحاولات مرة أخرى لجذبهم إلى تشكيل الحكومة المقبلة. الأطراف الكردية طبعا تنتظر ما الذي سيحدث، والأطراف السياسية السنية أيضا في الانتظار لانتهاء هذا الخلاف الكبير ما بين تلك الأطراف، لكن مؤخرا بدأ الحديث ربما يتضح من قبل يعني بعض الكتل السياسية الراغبة بحل البرلمان وإعادة الانتخابات مرة أخرى، وهو أمر قد يحدث يعني إن وصل البلاد إلى منعطف يعني آخر، وهو منعطف الانزلاق إلى نحو يعني الصراعات السياسية التي ربما تتحول إلى صراعات أمنية.